السلام عليكم، يسعد الله مساكم، معكم اخوكم امجد الدوشي. اليوم راح نتكلم ان شاء الله عن بعض المنتجات اللي استخدمهن للطيور، المضادات والكالسيوم وحوافز للطير وبعض الادوية اللي استخدمهن اذا كان مرض عند الطير. فان شاء الله نبدا في المنتج الاول وهو المنتج فياجرا. والمنتج هذا عشان ان الانتاج الطير، والمنتج هذا جدا فعال وممتاز كاستخدامي انا. استخدمت منتجات ثانية بس المفعول في المنتج هذا شيء خيالي. والمنتج هذا صنع امريكي وغير متوفر في الاسواق اللي متواجدة معانا، فنطلب عن طريق الاونلاين، والسعر على حسب الحجم، اذا كان 100 جرام 200 جرام، اما هذا على مع الشحن وكامل يوصل 30 دولار. ومنتج جدا جدا ممتاز، يعطى في مشروب الماي من 5 إلى 7 لا غير. وبعد هذا بتحس الفرق، بعد ما تعطى المنتج هذا تحس فرق في الطيور خاصة الأزواج، ويعطى الأزواج الجاهزة وليس يعطى الأزواج اللي تحتها فروخ، فهنا يضر الفرخ، لأن إذا شربوا من المنتج هذا الذكور يسمون الأزواج وعطى منها للفروخ فهنا يكون سلبي لهم، فما يعطى الزوج اللي تحته فروخ، ما يعطى هذا المنتج، يعطى الزوج اللي الطير اللي ما ينتج سواء من ذكر ولا نفية، يعطى في مشروبهم للعلم. والمنتج الثاني هذا المنتج كالسيوم وجدا فعال، وانا استخدمته. وهذا الكالسيوم اذا كان الطير يعاني من مشكلة في الريش ولا عنده مشكلة في العظام، ونفس الشيء اذا كانت انثى الطير تبيض والبيض غير مكتمل، بيض صغير ولا بيض يكون نفس الربلي جاي ما جاهز، فيعطى هذا من 3 إلى 6 أيام عشان ان يكون الطير اذا كان يعاني مشكلة من نقص الكالسيوم فهذا يكمل الكالسيوم اللي فيه. والمنتج هذا جدا فعال، يعني كاستخدامي استخدمت اكثر من منتج، بس هذا المنتج ما شاء الله ممتاز. المنتج الثالث اللي كنت اتكلم عنكم قبل فترة يوم نزلت مقطع، ان قبل ما نجيب الطير لازم يعطى الطير، تعزل الطير 2 أسبوع ويعطى فيتامين شامل، عشان اذا كان الطير يعاني من اي مرض ولا اي فيروس فهذا ممتاز، يعني عشان لا يمرض الطيور الثانية. فيعطى المنتج هذا AD3، ويعطى في ملي 1 في لتر ولا 8 ملي في 8 لتر على حسب الطيور اللي متواجدة عندك شل منه يعني. وهذه الإبرة استخدمها نشل فيها ملي ولا مليين ولا 8، وهناك نفس الحالة 8 لتر ولا 10 لتر على حسب الطيور اللي متواجدة معانا حسب الكمية. ومفعول جدا جدا فعال، وخاصة الفترة هذه تغيير المناخ عندنا والبرودة، فتغيير الجو يضر الطير حتى لو كان ما مريض يمرض الطير، فالفيتامين هذا يقوي الطير يقوي مناعته عن الأمراض. والحين عندنا منتج آخر مثل الطير هذا. الطير هذا يعاني من المرض هذا. المرض هذا يكون في الفم، مثل يكون مادة نفس مادة جبنية يكون في الحلق ولا يكون في البطن، فالطير هنا خلاص يمنع أن يأكل، خلاص رغبته أنه ما أنه يأكل الأكل، وهذا خلاص لأنه على المرض. فالطير لا يشرب ماء ولا أنه خلاص أنه يأكل، الطير يضعف حتى يموت. وهذا المرض الكنكري
مشكلة يعني من تشوف الطير وهذا أول شيء إنك تفتح الفم وتشوف إنه في مرض ولا هذا. أحيانًا يكون مرض داخلي لكن يكون عفواً يكون هناك يعني علامات إنه تشوف إنه في المرض هذا. فهذا الدواء ما مركز الدواء هذا لأن هذا الدواء أكثر من لعلاج الطير يعني الكنكري وأمراض ثانية. فنحن دائما نشوف على الشيء مركز فقط انه يركز على المرض هذا. فهذا الحبوب حبوب الكنكري هذا الحبوب مركزة. فاذا كان الطير يعاني في المرض هذا عنده مشكلة والمرض داخلي فنعطيه الحبة واحدة لمدة 5 أيام من 5 أيام الأسبوع. واذا كان المرض خارجي مثل الحين نشوف الصورة هذه مثل نشوف حاجة الجبنية أو الأبيض والأصفر على الفم هنا يكون ملفت. فهنا نحن نبطل الحبة هذه ونرشها بنفس البودرة في الفم هناك عشان يروح المرض منه. وهذا جدا ممتاز كاستخدامي أنا ما شاء الله يعني جدا ممتاز. هذا المنتج ألماني لأمراض الكنكري. وعندنا منتج آخر والمنتج هذا يسموه الليبرة السحرية على مسمى الدكاترة في البيطرة. يعني الطير إذا كان يعاني فجأة مرض صار له ولا شيء ولا تغير المناخ عنده فنشل منه هذا حسب الملي وحسب الحجم الطير نشله ونضرب الحقنة تحت الجلد تحت البطن يكون بين الجلد وبين اللحم عشان الطير تعافي. فمنتج جدا جدا ممتاز. فوقت الحالي الحمد لله ما عانيت شيء من مشكلة لأن استخدم المنتج هذا قبل الأمراض وهذا. ولكن إذا مرض عند الطير فاستخدم هذا وعارف استخدامه كيف. يعني منتج هذا حاليا غير مستخدم عندي موجود ومحتفظ فيه في مكان ليس بارد وليس حار. فالحمد لله. وقبل المواد هذا اللي ناخذهن من أسواق ولا من محلات بيطرية ناخذهن لازم نشوف مدة صلاحيتهن. مثل المنتج هذه الحين أخذ أنا كاستخدام للطير وهذا والحين أنا ما محتاج أن أستخدمه لأن الطير ما عندي مريض وهذا. لكن المنتج هذا بيخلص إن شاء الله على شهر 3 باقي شهرين ويخلص المنتج. بس إذا استخدمت المنتج هذا بعد شهرين إن أعطي الطير مريض المنتج هذا فايته بيكون 5% فقط لا غير و95% لأن في مواد اللي موجودة تم إنهاء صلاحيتهن. هو ما بيضر الطير لكن ما بيفيد الطير 100% لأن المنتج هذا صلاحيته خلاص مخلصة. فلازم إذا كان تشتري منتج تشوف الصلاحية. ممكن المنتج الحين ما تستخدمه بس يكون معاك لأن أحيانا في السوق متوفر وأحيانا غير متوفر. فأنت تحب أنك تحتفظ بالأدوية هذا عندك في وقت الحاجة لكن لابد أنك تشوف التاريخ عندك يعني مال سنة يكون عندك موجود. فما هي مشكلة سنة يعني يكون عندك موجود مكان محتفظ فيه ما من على الشمس. فالأساس يعني تشوف التواريخ أي منتج تأخذه لابد أن تشوف التاريخ متى صلاحية المنتج هذا. ونشوفكم مع مقطع جديد إن شاء الله. والله يحفظكم. هذا بعض شيء الأدوات والحوافز والفيتامينات اللي استخدمها للطيور وعسى إن شاء الله الجميع استفاد. وأي استفسار لأي منتج يتواصل معي في الخاص هناك وراح أعطي كامل معلومات إن شاء الله. والله يحفظكم ونرجع معاكم مع مقطع جديد إن شاء الله.